اللي انا بحبه ازيك اسمع. اسلام، ازي حضرتك؟ يا فاروق ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بخير والله، الحمد لله في نعمة. اولا سعداء ان انت موجود معانا على قناة النادي الاهلي، وسعداء طبعا بعبد الله، ويعني مبسوطين ان انتوا معانا، ده اولا. ثانيا ايه رأيك في الاستاذ محمد مجدي؟ عندوش فكرة كده. يا ابو انس انا بقول جميل كده برضو. يا كابتن، ده ربنا تاب عليا والله ان هو مشي في النادي. لا ربنا تاب عليك في الدرجه دي؟ كان بيعمل فيك ايه؟ مش لاقي حد ينام معاك. كان بيعمل فيك ايه؟ هو عارف يا كابتن هو كان بيعمل ايه في الاوضه؟ حاجات ما تتقالش يعني ولا ايه؟ عشان بس نبقى فاهمين. كان مرمطني في ام الاوضه والله. طب ليه كده طيب؟ طب احكي لنا اللي تقدر تحكيه طبعا وينفع يتقال على الهواء قوله. لا لا يا كابتن والله، هو كان اصلا هو في اوضه واحده طول السنه يعني. انا وفاروق مع بعض اول ما جيت قال لي اخويا يعني. طبعا يا كابتن. لا لا، ده اخويا الصغير ده، واكثر من اللعيبه المحترمه ومن اللعيبه الجامده جدا يعني في الدوري الممتاز. بتمنى له طبعا التوفيق مع النادي الاهلي، نادي كبير، وهو لعيب كبير يستاهل ان هو يروح النادي الاهلي بصراحه. بعدم وجود قفشه من الناحيه الشخصيه، بعيدا عن النواحي الفنيه يعني، من الناحيه الشخصيه هيفرق معاك يا محمد؟ اكيد طبعا. قفشه كان اخ ليا في النادي هنا، وعلى المستوى الشخصي كان على طول بنتكلم مع بعض وكده، ويعني كان دايما بيشيرني يعني في اموره الشخصيه وكده، وانا كنت دايما معاه في موضوع النادي الاهلي، وكنت بتمنى له طبعا ان هو يروح، والحمد لله ان الموضوع كامل على خير يعني. يعني انت كنت مع محمد مجدي في طبعاً هذا الموضوع على طول؟ والله يا كابتن يعني على طول، كان عارف كل حاجه. يعني كنت كان معاه، لان طبعا امره كان عارف كل التفاصيل تقريبا. طبعا من اعز اصحابي وكده. يعني انت برضو عامل موسم السنه دي برضو حاجه جميله جدا يا فاروق، يعني نتمنى لك يا رب كل التوفيق. ولو عايز تقول اي حاجه يا مجدي لفاروق. انا بشكره طبعا، هو عبد الله يعني دي حاجه انا مبسوط بيها، اللي هم يخشوا معايا مداخله، ومش عارف هيحصل لهم ايه بعد المداخله دي، بس يعني مبسوط جدا. عبد الله اخويا ان شاء الله مش هيحصل لهم حاجه، ده احنا ما اتكلمناش في اي حاجه، احنا بنتكلم بشكل لا شخصي. ممكن يكون ممنوع يعني قصدي. وفاروق طبعا انا بشكره، هو واحد من الناس اللي انا استفدت منه كتير طول السنه. يعني كنت انا علاقتي بفاروق يعني اكتر من اخ بصراحه، يعني على طول دايما مع بعض بره الملعب وفي طبعا بره الملعب وجوه الملعب، كنت على طول بايت معاه في الفنادق وكده في الماتشات. يعني واحد من الناس اللي انا كنت بحبه جدا بصراحه. ويا رب دايما اتمنى له السنه دي يتالق كده زي السنه اللي فاتت ويبقى افضل، وعشان ابنه هو لسه من يومين جايب ولد ما شاء الله. يعني اسمه ايه؟ اسمه ايه يا فاروق؟ هو اسمه ياسين. ياسين يا كابتن. بس انا على طول بقول له يا ابو انس. يا ابو انس يا جميل. اشمعنى ابو انس؟ هو انا طلعتها عليه. هو بيقول لي انس. على فكره انا ممكن اقول له انت كنت بتعملي في الاوضه. طب ليه طيب؟ لو ينفع اقول، لو ينفع اقول مفيش مشكله. طيب يا كابتن اسلام، بص انا ممكن دلوقتي اقول لك هو كان بيعمل ايه، بس هو عشان حبيبي انا مش لا لا خليني خليني ما اكلمك في التليفون، في التليفون او هو هيكلمني بعد الحلقه. شاكرين يا ابو ياسين، ونتمنى لك كل التوفيق يا رب خلال الموسم اللي جاي، ودايما متالق سواء مع اي نادي بتروحه الحقيقه دايما بتبقى متالق فيه. شكرا جزيلا يا محمد على وجودك معانا. معانا حد تاني يا جماعه ولا شباب؟